سلام سلام حبيباتي خواتاتي اصدقائي احبابي، مرحبا بكم في الفيديو تاع نهار اليوم اللي هو ان شاء الله تكمله والحلقه الاخيره من مسلسل السوق التجاري الكبير ارديس المتواجد بالجزائر. احبابي كما قلت لكم هذا هو الجزء الاخير ان شاء الله، تلمو الفيديو خرج طويل بزاف لانه السوق التجاري هذا كبير ما شاء الله وفيه سلعه متنوعه كما شفتوا في الاجزاء الاولين تاع الفيديو. فما غالب ما كنتش قادره نحط لكم الفيديو كامل على مره، فاضطريت باش نقسمه الى اجزاء. نخليكم المهم باش ما نهدروش بزاف، تكملوا تشاهدوا باقي السلع الموجوده في هذا السوق التجاري. الله يبارك، يمكن لكم تشوفوا التنوع ديالها وحتى الاسعار على كل حال متنوعه احبابي، فيها يعني منها السلع المحليه يعني المصنوعه في الجزائر والسلع يعني اللي جابوها من الخارج. المفيد احبابي اللي اول مره يدخلوا معنا يعني يشاهدوا الفيديو هذا تاعنا، نقول لهم مرحبا بهم، ما ينساوش يعملوا اشتراك للقناه، سورتو اهم شيء في الاشتراك في القناه هو تفعيل الجرس باش يوصل لكم لي نوتيفيكاسيون، يعني باش يوصل لكم كل مره نعمل فيديو جديد يوصل لكم. وما تنسونيش لايك ثم اللايك، ما تنسونيش وما تبخلوش عليا احبابي. هذا مكان والناس اللي مارفيني يدخلوا عندي ويدعموني، نقول لهم نحبكم بزاف ونتمنى انكم تكملوا تبقاو معايا لاني ولفتكم، وبارك الله فيكم على وقوفكم بجانبي ومردوده باذن الله. وفيه نوع ثالث من الناس دخل معايا مؤخرا، هما ناس الديسلايك، نقول لهم كذلك مرحبا بهم، هما تاني ولفتهم مرحبا بهم، كل شيء تفاعل مرحبا. فنفضل انكم تدخلوا تعملوا ديسلايك ولا انكم تدخلوا ما تعملوا حتى حاجه، نقول لهم هما تاني نحبهم وبارك الله فيهم، نحبهم بزاف. علاش نحبهم؟ لانهم هما تاني راهم يرفعوا لي القناه بارك الله فيهم. فهذه هي احبابي، نحبكم بزاف فرجه ممتعه باش ما نطولش عليكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.